ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. وهنبدا حلقه جديده من برو كيفن. ودلوقتي غير هدومه زي ما انتم شايفين كده، لابس بدله حمراء والشنطه. رايح على فين يا عم برو كيفن؟ عمال يجري كده طالع على سلم. انا رايح فين؟ انا راجع تاني، انا مش هنسافر. لا، رايح فين؟ البلاي ستيشن ده ولا ايه؟ وانا دخل البيت بتاعه طبعا، وقعد انا مروق على نفسي كده زي ما انتم شايفين، واريح اعصابي شويه. وكمان حاطط مركب فوق الغرفه بتاعته، حاجه كده نظام 10 على 10. هو جعان وبقول لك هاكل برجر وايس كريم واشرب العصير. وكل مره لازم يكتب البرجر. الله 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 الله، اضرب 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 يا عم برو كيفن الاكل بتاعك. يلا، تفتكر يا اصحابي مين اللي مستخبي ورا البيبي هناك ده؟ شايف حد؟ ده مين ده؟ يكون البوليس ده ولا ايه؟ يا خبر ابيض، برو كيفن بياكل ايس كريم، مش فارق معايا. الله 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 الله، في ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ بيفتح الباب بينزل وبيجري. ركب العربية، العربية الزرقاء بتاعته. في حد بيجي ورايا يزن حاجة، أنا معرفش مين ده. الله الله الله، ده صاحبه، ده هو صاحبه، عايشين في بيت واحد. تمام، هو راكب بيه العربية وسايق العربية. رايح فين يا عم برو كيفن؟ هنشوف دلوقتي. الله الله الله، دخل في العمود. ليه كده بس؟ حاسب على نفسك، ما ينفعش كده. أهو يا أصحابي، فين بقى؟ موديلينج، مكتوب موديلينج. عايز إن أنت بقى الجسم الرياضي، فرايح إيه؟ تعرض نفسك. اوه، داخل الجيم ده برو كيفن، بيلعب في الجيم يا اصحابي. اوه، واقف على المشايه وعمال يجري. الله 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 الله، ده طلع رياضي كمان. هتعمل ايه تاني يا عم برو كيفن؟ واقف بيفكر، الشرير بيفكر. صاحبه بيقول له يلا يا عم برو كيفن، مش هنخرج بقى من هنا ولا ايه؟ قال له اصبر بس عليا كده، مفكر اشوف الخطه على ايه. هغير هدومي وهاجي العب معاك تاني. طب انت بتغير هدومك، حاطط بيتزا وانت رايح تلعب، بتحرق سعرات وانت حاطط سعرات على صدرك، بتعمل ايه؟ صاحبه عمال يقول له خلص بقى يا عم برو كيفن، خلينا نخلص نمشي من هنا بقى. انا زهقت، انا بقى زهقت زهقت. قال له في ايه يا عم، تصبر على نفسك بقى، انا خلاص قربت اخلص اهو. ماشي، واقف بيكلم في صاحبه. وبعدين الله الله الله، غير البدلة. تمام، العب رياضة، اركب على الله 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 الله. اوه اوه اوه، يو يو يو، صاحبه جه قاعد فوق راسه. نهار ابيض، بقول له سيبني يا عم، خليني اشوف ورايا ايه. انا رايح ارفع اثقال، مالكش دعوة بيا. اوعى بقى السكس باكس وحاجات من اللي هي بتتخن وتعرضي. الله 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 الله، ده طلع راجل رياضي ونشيط جدا جدا يا اصحاب. دي كلها 1000 كيلو شايلة يا عم برو كيفن. اوه، عضلات بقى وسكس باكس وجسم رياضي بقى منشوط. وصاحبه هناك بيقول له ايه الكلام على ايه؟ هنمشي ولا نفضل قاعدين؟ قال له اصبر عليا بس اما اصحى العضلة النايمة دي. اجري عليه، يا خبر ابيض، رمى فوق دماغه وراح تاني يتمشى على المشاية الكهربائية. وكل ما يعمل حاجة لازم صاحبه يجي يجري ورايا يعمل نفس الحاجة. الله 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 الله. اوه، عمال يزود في السرعة بقى، يحرق في سعرات حرارية. صاحبه بيقول له ها يعني يلا بقى نمشي ولا ايه؟ انا تعبت. قال له انت كل حاجة متصربة عليها، ما تهدى بقى يا جدع انت. قال له هنفضل نتنطط هنا كتير، في حاجات تانية ورانا عايزين نخلصها. قال له ماشي، نطير شوية السعرات اللي احنا لسه واكلينها من البرجر، وبعد كده هنرجع تاني. بهزر، رايحين يهزروا في الجيم. بهزر، صاحبه بدور عليه، انت رحت فين؟ قال له شغل بس اغاني كده واقعد كده استمتع. طلع، هتلاقي صاحبه ساب اللي في ايده طلع يجري وراه. تفتكروا رايح فين برو كيفن؟ صاحبه بيجي وراه اهوت، بيقول له انت سايبني؟ قال له اسكت، انت مش فاهم حاجه، تعالى ورايا وانت ساكت. قال
رايح فين؟ قال لي تعالى معايا بس وانا اقول لك انا رايح فين دلوقتي. انا شايف في بيتزا في الموضوع، تفتكروا هيعملوا ايه المجانين دول؟ الله 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 الله، وراح يغني على الستيج ده ولا ايه ده؟ راح السيما صاحبه بقول له ما تيجي ما نختار فيلم نتفرج عليه، قال له فيلم ايه انت فاضي؟ يلا خلينا نمشي من هنا، انا مش فاضي، انا واحد بتاع رياضه واكل برجر. واقف بيفكر بيشوف هيعمل ايه، هيجيب بسكتة ولا سكوتر ولا هيركب ايه، علشان صاحبه بيقول له ما يلا يا عم بروك ايفن نتمشى، فما انا معانا عربيه. قال له لا 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 اصبر بس عليا وانا هعرفك انا هعمل ايه دلوقتي. قال له نفسي اعرف انت بتفكر في ايه. قال له لا مش لازم تعرف، امشي ورايا وانت ساكت. انا انت شايفين كده صاحبه بيجي وراه برضو. الله الله الله، اختار مكان يروحه. أب 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 أب. اختار الموتوسيكل وساب صاحبه ومشي. شفت بقى الوقاحة بتاعته، صاحبه اللي ماشي معاه في كل حاجة. صاحبه جه وأخذ العربية هناك أهو، قال له اكتب كلمة السر عشان نعرف نتحرك، كتبها. الله الله، هيدخل في العربية ومشي يا أصحابي بالموتوسيكل، وصاحبه اخذ العربيه الزرقاء اللي انتوا لسه شايفينها دلوقتي ويمشي. الله الله، جاب موتوسيكل هو كمان. رايح فين؟ قال له امشي ورايا. يلا امشي ورايا وانت ساكت، مش كل حاجه. رايح فين رايح فين؟ اتخنق. ده طبعا هو سايق موتوسيكل. طلع يجري زي ما انتوا شايفين يا اصحابي اهو. الله الله الله، ده انا يعمل حتى ده ولا ايه ده؟ الله 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 الله، ايه المجنون ده؟ في حد بيمشي كده؟ ايه ده؟ يا خبر ابيض. عايز يعمل حركة ويقلب الموتوسيكل بقى زي الحركات بتاعت اليومين دول اللي بتموت، متخلف بقى. نعمل فيه ايه؟ ايه يا عم انت في ايه اللي جرالك؟ الله 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 الله، ماله ده؟ ماله تفتكر واقف كده بيعمل ايه؟ بيفكر ولا بيعمل ايه؟ حتى مش مبين لنا هو عايز يعمل ايه واقف كده متمسمر. اتحرك يا عم، اتحرك، امشي. عايز انا ماشي من السكه ده ولا المجنون ده؟ اوه شكله عايز يعمل حادثه، هيدخل في الحيط اهو. دخل على المدينه اللي هو اختارها، وصاحبه طبعا قال له انت فين ده كله؟ انا وصلت من زمان وانت سايبني ليه؟ قال له اصل انا تهت في الطريق ولسه راجع. يلا نلعب سباق، يلا من هنا نبدا ومن هنا ده ستارت. والتانية بين الصاحب خلص بسرعة، هو لسه ايه راح ضاع في الطريق. غير هدومه وصاحبه كمان غير هدومه اهو. ودخل في السباق ماشي عمال يخبط في الدنيا، لابس لبس السباق ومشي. يا اصحابي، ودخل بدل ما يمشي في الطريق لا مشي في الاخضر. الله 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 الله، ده طريق ده؟ طب والله لو انا اللي بلعب مكانك لا امشي في الطريق الصح بقى واسبقك. ده اسمه عجن، انت كده بتعجن بيتزا، انت مش بتلعب سباق. بص يا اصحابي، بص. معلي السرعة بقى، عامل نفسه افاتار بقى وكده، وماشي في الطريق الغلط عكس الطريق. طب الواحد يتعامل معاه ازاي ده؟ يقول له ايه طيب؟ في حد هو بس اللي ماشي لوحده زي ما انتوا شايفين كده يا اصحابي. وصل بسرعة.
وصل بسرعة أصحابي، وقال لك فينش كده، هو اللي وصل الأول رغم إن هو كان بيعجن، بس وصل بسرعة. عمل بروك ايفن وكسر السباق، وصاحبه عمال يدور عليه اهوت، بقول له انت فين يا بروك ايفن؟ مش لاقيك، انا ضايع من غيرك. قال له شايف الغبي، شايف الغبي انا عمال العب وهو فين؟ ما تيجي يا عم، خلاص انا جيت اهو. صاحبه عمال ينط هناك، قال لك كده انا كسبت السباق وهدخل في سباق مع عربية. وبدأ سباق من اول وجديد، وطلع يجري اهو، وطاير في السحاب، يدخل في الاخضر واليابس، مش عنده اي اعتراض على اي حاجه. المهم ايه، هو بيعجنها بس بتيجي معاه ابن اللذينة. تعجنت وفضل ماشي في السباق اهو، خبر ابيض كان يدخل في الراجل يموته. يلا يفضل ماشي كده، استنونا في الحلقة الجديدة هنعرف اعمل ايه. باي باي.